<applause> عشرة من الكسبة يتظاهرون مطالبين بخلاصهم مما أسموه بالخاوة أو الأتوات التي تجبى منهم دون وجه حق من قبل أناس يدعون انتماءهم لشركة استثمارية هاي صار لنا سبعة أيام وسبعة أيام احنا ناشد لا جانا مسؤول ولا واحد وصل لنا ولا واحد لنا جاي نطي جباية عشرة آلاف دينار العشر تلاف دينار يشهد الله يشهد الله ما نعرف علمه ولو نعرف العشر تلاف مثلا اللي يتابع مثلا نطيها اللي احنا سواق نطيها اللي بس ما نعرف لمن جاي تروح صار لنا سبع تام على التوالي مظاهراتنا هنا ومسوين ضراب عن العمل على مود هاي العشر تلاف دينار اللي فرضوها لنا المحافظ فاحنا العشر تلاف دينار نريد نعرفها اول شيء المن هاي العشر تلاف احنا بالنسبة لسواق اللوريات هو يتبرعنا للحشيد بيان داعش جاهدنا قاتلنا على السواتير وراح حاليا ردينا على باب الله ناكلنا خبزه هنا. كنا قبيل وصل ب 5000 دينار لابو المعمل من ابو المعمل ناخذه مجاز هذا نعرفه الدوله. هسه الدوله طلعتنا بمستثمر ب 10000 دينار. ال 10000 دينار ما نعرفها وين تروح. المحافظ يقول لك ما ادري تروح وين يقول لك ما ادري. يعني ذول مستثمرين هم اللي سعوا بها واللي هم اللي جابوها ليش تعطيها المستثمر الدولة والله من دن العشرة والله ألف ونص ما يوصلها عشرة ألف دينار هو المبلغ الذي حددته الجهة المشكو منها وأبلغت السائقين بدفعه نقدا أن, إن كانوا يرومون دخول المحافظة المادة الدستورية 28 أولا تنص على أنه لا تفرض الضرائب ولا تجبى ولا يعدل عليها ولا يعفى منها إلا بقانون رسمي والماده 28 فقره ثانيه تنص على انه يعفى اصحاب الدخول المنخفضه من الضرائب، طيب هاي الناس اللي جاي تاخذون من عندها 10000 دينار اتاوات بدون وجه قانوني، اريد اشوف المشرع العراقي من وضع هاي الماده واللي اجى نفذ على هاي الماده ما عرف انه هاي هاي الضرائب قانونا غير جائزه ما لها وجه قانوني ولا شرعي ولا لها سند قانوني، شلون جاي تجبع 10,000 دينار من كل سياره حمل تصعد لهنا من هاي الكسبه، الناس اللي لا تمتلك رعايه ولا عندها بيوت وقاعده ايجارات وهم يلا يا دوب معيشين عوائلهم. سلسله من المناشدات والشكاوى رفعت للجهات الامنيه والحكومه المحليه لم تلقى اي اهتمام حتى اللحظه، هذا ما افاد به المحتجين. غربي النجف لقناة دجله من النجف كرار العساف